بوجدور، إمام مسجد يخطف الأضواء في صلاة التراويح. قبيل بداية شهر رمضان المبارك لهذه السنة 2022، وضعت مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية ببوجدور استراتيجية عمل لمرور صلوات التراويح ببيوت الله في أفضل الظروف، وذلك من خلال تعيين أئمة لهم كفاءة عالية وأصوات تخشع لها الأبدان. ومن بين المساجد التي لفتت انتباه الساكنة البوجدورية المسجد الكبير، والذي ينطلق من مكبرات خلال صلاة التراويح صوت جذب المصلين له. والسبب إمام شاب قادم من مدينة بشمال المغرب يصلي بمسجد الكبير صلاة التراويح، حيث يأتون من كل أحياء مدينة بوجدور للصلاة خلفه، وذلك لخشوع أكبر وتدبر في آيات القرآن الكريم. بل هناك حتى من يغيرون المساجد ابتغاء منهم التخفيف في صلاة التراويح وتفادي للأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة والمقرئين. صلاة التراويح عند صاحب الصوت الخاشع هي العبارة الشائعة بين المصلين في شهر رمضان بمدينة بوجدور عوض الصلاة في المسجد الفلاني.